السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يستقبل الدفعة السادسة للمنحة السعودية لمحطات الكهرباء ويلتقي وفد مركز الملك سلمان للإغاثة. رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع تقف أمام آخر الاستعدادات لانعقاد الدورة الرابعة للهيئة العليا. المكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت يقر تسمية القصر التاريخي في مدينة سيئون بقصر السلطان الكثيري. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. رست بمين المكلا الناقلة لؤلؤة كريتر قادمة من صفات عدن على متنها الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية والمقدرة ب3526 طنا متري من مادة المازوت. وتأتي هذه الدفعة لمواصلة تزويد محطات الكهرباء في حضرموت بالديزل والمازوت ضمن مشروع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وتستفيد من هذه الدفعة محافظات حضرموت وشبوة والمهرة ومارب والجوف. واطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني خلال زيارته اليوم لمين المكلا على عملية تفريق المشتقات الخاصة بمحطات الكهرباء ضمن الدفعة السادسة للمنحة السعودية، مؤتمنا مواقف المملكة العربية السعودية التي تلامس حياة المواطنين والمجتمع في بلادنا، وخاصة في مجالات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم. الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولكل القيادة السعودية والشعب السعودي العظيم على هذا الدعم وعلى هذا التواصل. لقد أنار حضرموت ونأمل إن شاء الله أن تستمر هذه الإنارة لما فيها خدمة المواطنين، مواطنين البسطاء العاديين يمس الحاجة إلى مثل هذه الخدمات، كهرباء ومياه وصحة، هذه المسائل وتعليم، هذه المسائل التي تلامس حياة المجتمع وتلامس المواطنين. أعتقد أن الناس كلها تعبر عن امتنانها وشكرها لهذا العمل، وأشكر القائمين الطاقم الميداني القائم على هذا العمل. لقد أثبت الشباب إمكانيات وقدرات على المتابعة وعلى العمل بشكل شفاف ومفيد جدا خلال هذه المرحلة. وأعتقد أنه ما لمسته الإدارة المشرفة على هذا التموين من مستوى التنظيم ومستوى الأداء ومستوى التعامل في حضرموت يعطيها الثقة الكاملة بأن يتم الاستمرارية ويتم التعامل وبنجاح وبتوفيق للجميع. وضمن نزولاته الميدانية قام محافظ حضرموت بزيارة تفقدية للمبنى الجديد لإدارة الهجرة والجوازات الواقع بمنطقة غرب الضيافة الجهة البحرية بالمكلا. وتعرف محافظ حضرموت من نائب مدير إدارة الهجرة والجوازات بساحل حضرموت فهمي بلقتيش على أسباب توقف العمل في المبنى الذي سيكون النواة الجديدة لإدارة الهجرة والجوازات بالمحافظة. ووجه المحافظ برفع الأسباب الفنية لتوقف العمل لدراستها والعمل على تجاوزها. وفي سياق منفصل، تفقد محافظ حضرموت سير العمل في إعادة تأهيل الواجهة الأمامية لمركز بلفقيه الثقافي بالمكلا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. وأطاف محافظ حضرموت بالقاعات والمكاتب التي جرى إعادة تأهيلها وربطها بالكهرباء والتجهيزات اللازمة، موجها بسرعة إنجاز العمل وتأثيث المكاتب والقاعات الجاهزة ورفضها بالأجهزة والمعدات. واهتمام بالأطفال التوحد، قام محافظ حضرموت بزيارة إلى مؤسسة حضرموت للتوحد بالمكلا. اطلع خلال الزيارة على سير عملية التدريب والتأهيل للأطفال الذين يعانون من الإعاقة الذهنية. وأطاف المحافظ بأقسام التوحد والضمور ومتلازمة داون وصعوبات التعلم وتنمية المهارات، مستمعا من رئيس المؤسسة عبد الله باصمد ومديرها إيمان الريدي إلى جهود المؤسسة في تأهيل الأطفال والوصول بهم إلى مراحل متقدمة من حيث المهارات والقدرات وتعديل السلوك وتحسين اللغة والنطق والتفاعل الاجتماعي وتطوير تنمية المهارات والجانب المعرفي والاجتماعي ورعاية الذات والجانب الحركي. وثمن محافظ حضرموت الجهد المبذول من قبل إدارة وطاقم المؤسسة، مؤكدا تقدير السلطة والمجتمع لما يقومون به من عمل إنساني عظيم. نعم، زرنا هذا المؤسسة الإنسانية الكبيرة والهامة جدا، وأنا سعيد جدا بما شاهدته وما سمعته وما لاحظته على الواقع.
فعلا جهود كبيرة تبذل من قبل إدارة هذه المؤسسة من العاملين فيها من الطاقم النسائي الكبير الذي يبذل جهد غير عادية جدا مع الأطفال الذين عندهم صعوبات كبيرة. هذا مركز سينال لاهتمامنا ورعايتنا بإذن الله، وأنا وعدت الإدارة هنا أن أجلس جلسات متخصصة لهذا المركز وأن نناقش همومهم بإذن الله، سندفع بالأمور التي تحسن عندهم إلى الأفضل وأشد على أيديهم وأدعو أهل الخير وأدعو الناس الذين يهمهم الأطفال يهمهم رعاية الأطفال أن يساعدوا هذا المركز، مركز بيمس الحاجة للمساعدة، مساعدة عاجلة جدا. عندنا أكثر من 200 طفل لا يزال برع خارج المركز بحاجة لانضمام المركز، نرجو أن يساعدونا الناس بسبيل انضمام هؤلاء الأطفال وهم بيمس الحاجة لانضمام. ومن الجانب الإغاثي التقى المحافظ البحسني وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يدير الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن بمركز نبض الحياة بالمكلا. واستمع محافظ حضرموت من المشرف على إدارة البرامج بمركز الملك سلمان للإغاثة إلى سير الحملة التي نفذت حتى الآن 51 عملية قسطرة و19 عملية قلب مفتوح، مؤكدين أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيستمر في خدمة اليمن في مختلف المجالات، وأن هذه الحملة لن تكون الأخيرة وسيتم التنسيق لحملات أخرى. وثمن محافظ حضرموت الجهود الكبيرة بذلها وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إدارة وتنفيذ الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال بلادنا، مشيرا إلى أن الحملة أسهمت في التخفيف عن الكثير من المواطنين والأسر التي تعاني الظروف الاقتصادية الصعبة ولن تتمكن من السفر إلى الخارج. وجرى في اللقاء استعراض الجوانب الخدمية العاجلة التي تحتاج تدخل مركز الملك سلمان لمساعدة المواطنين في حضرموت. اطلع وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش على نشاط البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بساحل حضرموت، واستمع الوكيل بن حبريش إلى شرح من مدير البرنامج الوطني للإيدز بمكتب الصحة والسكان أحمد البيتي حول أنشطة وعمل البرنامج وخطته لهذا العام والصعوبات التي تعترض سير عمله. وحث وكيل أول حضرموت على تكثيف برنامج الإعلام والتثقيف الصحي في مجال الإيدز بوصفهما وسائل مهمة تسهم في رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر هذا المرض وكيفية الوقاية من عدوى الإصابة به. من جانب آخر حث وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش لدى لقائه مدير الإدارة التنظيمية بمنظمة سما للتنمية والإرشاد فرع حضرموت على توحيد جهود منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالتوعية بمخاطر المخدرات ومشاركتها مع أجهزة الأمن والإعلام والأوقاف والإرشاد في تنظيم الأنشطة لتسهم في مكافحة المخدرات بشتى أنواعها. وخلال اللقاء اطلع وكيل أول حضرموت على الحملة الشعبية للتوعية بمخاطر المخدرات تستعد لتنفيذها المنظمة في مديرية ساحل حضرموت. وقفت رئاسة الهيئة العليا للمؤتمر في اجتماع استثنائي عقد اليوم بالمكلا برئاسة رئيس المؤتمر الشيخ عمر بن حبريش أمام آخر التحضيرات لانعقاد اجتماع الهيئة العليا. وتطرق الاجتماع إلى ما اتخذ من استعدادات إدارية وفنية وما أنجزته الأمانة العامة للمؤتمر من أعمال ومهام استكمال للترتيبات الجيدة لعقد الاجتماع الرابع للهيئة العليا. واستمعت رئاسة الهيئة العليا للمؤتمر من رئيس المركز الإعلامي صلاح وعابس إلى تقرير عن النشاط الإعلامي للمؤتمر خلال الفترة سبتمبر إلى ديسمبر 2018 من العام الماضي والمتضمن الرصد لكافة الأنشطة الإعلامية، كما ناقش المجتمعون عدد من القضايا الأخرى المتعلقة بنشاط المؤتمر ومشاركاته الخارجية إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز دور المؤتمر في خدمة حضرموت وأبنائها وتلبية تطلعاتهم. عقدت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت اجتماعا بمدينة سيئون مع مدراء عموم المديريات ومدراء التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل بحضور مدراء إدارة التربية والتعليم بالمديريات. وأكدت السلطة المحلية بوادي حضرموت أنها تقف مع كافة المطالبات الحقوقية لجميع الموظفين في سبل تحسين العيش ورفع المرتبات،
وأوضحت أنها ستعالج جميع الحقوق المرتبطة بها، ووجهت السلطة المحلية في الاجتماع برفع نسخة يومية وكشف آخر يبين قيام المعلم بوظيفته التعليمية إلى مكتب الخدمة المدنية بوادي حضرموت لتنفيذ الإجراءات القانونية ضد كل الموظفين غير ملتزمين بواجبهم الوظيفي. هذا وناقش الحاضرون جملة من القضايا والإجراءات المتعلقة بمعالجة الوضع الحالي للتربية والتعليم بوادي حضرموت، مشيدين باهتمام السلطة المحلية بوادي حضرموت بالسلك التربوي واعتماد عشرات المشاريع في تعزيز البنية التحتية للمدارس. اطلعت السلطة المحلية بمديرية وادي وصحراء حضرموت على حجم الضرر الذي تعرض له سور مدينة شبام في الجهة الجنوبية بعد انهيار جزء منه تصل مساحته إلى 9 أمتار. واستمعت السلطة المحلية من مدير عام مديرية شبام عبد الوهاب بن علي جابر ومدير عام هيئة المدن التاريخية بشبام إلى جملة من الاحتمالات التي قد تكون سببا لهذا الانهيار في الجزء من سور شبام التاريخي. وفي الزيارة وجهت السلطة المحلية مدير عام مديرية شبام وهيئة المدن التاريخية شبام حضرموت إلى سرعة معالجة الضرر الحالي وترميم سور المدينة بشكل كامل من الجهة الجنوبية ورفع دراسة لاستكمال مشروع البنية التحتية لمدينة شبام وأسباب توقفه بناء على توجيهات محافظ حضرموت. أقر اجتماع المكتب التنفيذي صباح اليوم بالإجماع تسمية القصر التاريخي بمدينة سيئون بقصر السلطان الكثيري. وفي اجتماع المكتب التنفيذي أكد أعضاء المكتب إلى أن هذا المبنى مرتبط بفترة زمنية كان يمثل فيها هذا القصر مقرا للحكم، مشيرين إلى أن هذه التسمية تأتي من أجل توثيق التاريخ أسوة بتسمية عدد من المعالم والمباني في مدن تريم كمنارة المحضار وقصر السلطان القعيطي بمدينة المكلا. وأشرد الاجتماع على أهمية قيام الجهات المختصة بالحفاظ على الآثار وصيانة الأماكن والمباني التاريخية ونشر ثقافة الآثار في أوساط الطلاب والشباب. ناقشت لجنة العمارة الطينية بجامعة سيئون في اجتماعها الأول جملة من المقترحات الخاصة بإنشاء كلية أو مركز للعمارة الطينية بجامعة سيئون وفقا للأسس الأكاديمية. وتدرست اللجنة بحضور السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت جملة من الخيارات لترجمة هذا التوجه المتوافق مع الهوية المعمارية لمناطق وادي حضرموت على أرض الواقع العملي، وكذا حجم ومستوى الإمكانيات الفنية والبشرية المتوفرة لدى المكاتب الحكومية والأهلية المهتمة بشؤون العمارة وتسخيرها من أجل زيادة الأنشطة الخاصة بالحفاظ على العمارة الطينية. وأبدى المشاركون في الاجتماع جملة من الرؤى والأفكار والأدوار التي سبق لجامعتي عدن وحضرموت القيام بها في سبل الاهتمام بالإرث التاريخي الحضاري العمراني الذي تزخر به مناطق وادي حضرموت وضرورة وضع التشريعات والضوابط والقيود للحد من زحف البنى الخرساني على العمارة الطينية. ناقش وكيل حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي عدد من المشاريع بالقطاع الزراعي والخدمي والاستثماري بمديرية غيل بوزير. جاء ذلك خلال زيارته الاستطلاعية لمكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت. واطلع الوكيل العمودي على الخطط والمشاريع والبرامج الاستثمارية في القطاع الزراعي بالمحافظة، منها مشروع مزرعة دواجن بمنطقة الهضبة بغيل بوزير. كما طاف وكيل حضرموت لشؤون الساحل والهضبة بمعية المدير العام لمكتب وزارة الزراعة والري على إدارات وأقسام الوزارة، تعرف خلالها على سير العمل والالتزام الموظفين بأداء مهامهم. من جانب آخر ناقش الوكيل العمودي مع المدير العام لقيل باوزير الدكتور عدنان حمران عدد من القضايا المتعلقة بالمشاريع الخدمية والاستثمارية التي قدمت للسلطة المحلية بالمحافظة. جرى بمدينة الديس الشرقية التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين السلطة المحلية بمديريتي الديس الشرقية وقيل باوزير برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون والشراكة في تنفيذ البرامج والمشاريع في المجال الصحي والتعليمي والخدمي، وكذلك تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق لتفعيل تنفيذ المشاريع بما يخدم مصلحة المديريتين وتبادل الخبرات على مستوى الكادر الوظيفي للشركاء والحضور للمشاركة في الاحتفالات والمهرجانات التكريمية وإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة بين السلطتين المحليتين بالتيس الشرقية وغيل بوزير. بحث مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن وشرطة ساحل حضرموت الرائد علي عليان مع دائرة الأمن والدفاع بمؤتمر حضرموت الجامع سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
حيث ناقش اللقاء جملة من المحاور المشتركة وعلاقة الشرطة بالمواطنين، حيث بحث عن السبل الكفيلة بتوطيد العلاقة بين المجتمع والأمن من أجل تعزيز الاستقرار في المحافظة وإشراك المواطن في حماية حضرموت. وثمن الرائد عليان الجهود الكبيرة لدائرة الأمن والدفاع بمؤتمر حضرموت الجامع وحرصها الدؤوب على المصلحة العامة للمواطنين، شاكرا لهم مبادرتهم وزيارتهم لإدارة التوجيه المعنوي وتقديم الأفكار لتسهم في الارتقاء بالعمل المشترك. دشنت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت لقاءاتها الشهرية لمنتسبي إدارة مكافحة المخدرات برعاية من مدير أمن ساحل حضرموت وبالتنسيق مع مؤسسة متطوعون. وفي تدشين اللقاء أوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت المقدم عبد الله الأحمدي أن هذه اللقاءات تهدف لتوعية منتسبو الإدارة كافة بالجوانب الفكرية والأساليب لتحسن من أداء العمل والارتقاء والرفع من مستوى الإدارة، مضيفا أن خلال هذا العام ستقام برامج ودورات تخصصية لأقسام الإدارة بكافة التخصصات المطلوبة لرفع مستوى العمل بإدارة مكافحة المخدرات ومكافحة هذه الآفة. ودخل اللقاء الأول لمنتسبي الإدارة محاضرة توجيهية للموجه التربوي الأستاذ هاني باجابر حول فن التعامل مع المنخرطين بهذه الآفة وكسبهم والتأثير عليهم لحمايتهم من الانخراط بالمخدرات. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام نشرة هذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. محافظ حضرموت يستقبل الدفعة السادسة للمنحة السعودية لمحطات الكهرباء ويلتقي وفد مركز الملك سلمان للإغاثة. رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع تقف أمام آخر الاستعدادات لانعقاد الدورة الرابعة للهيئة العليا. المكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت يقر تسمية القصر التاريخي لمدينة سيئون بقصر السلطان الكثيري. ختام النشرة، نستودعكم الله حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.